اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. تعالوا يا جماعة نقسم مع بعض بعد ما شفنا بعض كلام أصحابنا والشباب والبنات اللي كانوا بيتكلموا على صور من صور العقوق وبيتكلموا على أسباب العقوق دي، جزء منها من الأب، جزء منها من الأم، جزء منها منا إحنا. وإحنا الحقيقة النهاردة يا جماعة مش هنقعد نوجه كلام للأب والأم، الحلقة الجاية عندنا كلام عن مفاهيم عايزين تتصحح في تربية الأبناء والبنات، لكن النهاردة الحلقة لأن بعضنا منتظر مني أن أنا أقول، بس برضو الأهل لازم يعملوا. إحنا النهاردة مش هنكلم الأهل بس، إحنا مش هنكلم الأهل خالص، إحنا النهاردة هنكلم الأباء والبنات والأولاد بس، ملناش دعوة خالص بأهالينا أخطائهم إيه، لأنهم بشر ولازم يغلطوا، ولو ما بيغلطوش يبقوا ملائكة أو أنبياء. خلينا فينا احنا، انا عايز اروح لربنا لما انزل قبري، لما اتحاسب، لما اقف بين ايدين رب العالمين سبحانه وتعالى الاقي حاجه اقولها. فعايزين النهارده يا جماعه بعضكم هو بيسمعنا عمال يقول بس ابويا وامي ما يستحقوش، هم عملوا ايه، بس ابويا وامي في حاجات اثروا فيها والسبب، يمكن يكونوا هم عاقين لابائهم قبل كده فانا طلعت كده. كل دي يا جماعه اعذار، والاعذار دي هتبقى حاجز بيننا وبين تصحيح مفهوم النهارده، تصحيح مفهوم نظرتي لعظم عباده ربنا عن طريق ابويا وامي، أعظم الأبواب للدخول على الله عز وجل. لذلك تعالوا النهاردة يا جماعة نخش في الموضوع على طول، بنعمل معاهم إيه ومطلوب مننا نعمل إيه. مطلوب ثلاث حاجات، مطلوب الإحسان ده، الله ناظري، الله شاهدي، الله معي في كل موقف بيني وبين أبويا وأمي، سواء أحياء أو حتى بعد ما يموتوا، أو أنا اتجوزت وبعدت عنهم ربنا شايفني في الأمانة دي، أمانة لغاية ما أنا أموت مش لغاية ما هم يموتوا. ثلاث حاجات في الإحسان، ان انا اكرمهم وان انا اطيعهم فيما لا يتعارض مع كلام رب العالمين، وان انا اصبر على اذاهم. وربنا عز وجل ما تستغربش لما قال لك في القران وقل لهما قولا كريما، قال لك القول الكريم هو الكلمه اللي فيها معاني كتير قوي، اللي هو الكريم اللي بيعطي كثير. فانت لما تيجي تتكلم معاهم لازم الكلمه تبقى كريمه، يعني كلمة فيها معاني الحب والاحترام والمودة وكل حاجة تطلع في كلمتك. فقال لك ان اكرام الاهل هو اكرام مادي واكرام معنوي، وحضراتكم عارفين ان طول عمر الاكرام المعنوي بيأثر في النفس اكتر من الاكرام المادي. لا هي مسألة فلوس ولا ان انا اصرف عليهم، لان اكيد كل اللي بيسمعونا يا رب لو عندهم قدرة مش هيتأخروا، واللي بيتأخر يبقى جاحد قوي. لكن الأهم من الإكرام المادي، أنا مش عايز منك حاجة، أبوك وأمك مش عايزين منك حاجة ولا من فلوسك أي حاجة، هم عايزين نظرة عين وكلمة فيها كرم. لذلك سيدنا أبو هريرة كما في سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي بيحكي أن سيدنا أبو هريرة كان جعان هو وبعض أصحابه، فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم النبي الكريم، فقالوا له نحن ما أخرجنا إلا الجوع. فالنبي أمد لكل واحد فيهم تمرتين، وقال صلى الله عليه وآله وسلم ان انتوا كلوا التمرتين دول، كلوا هاتين التمرتين واشربوا عليهما من الماء، فانهما سيجزيانكم يومكم هذا. متخافش لو كلت التمرتين دول وشربت ميه سيجزيانكم يومكم هذا، يعني هتفضل التمره دي مشبعاك طول اليوم. فقام سيدنا ابو هريره، الكل اكل بسرعه وشرب بسرعه جعانين، وقام سيدنا ابو هريره واكل واحده وشرب عليها ميه وخبى الثانيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت عملت كده ليه؟ لما فعلت هذا؟ فقال سيدنا ابو هريره رفعتها لامي، انا حطيت واحده في جيبي عشان امي، لان امي مستنياني في البيت وانا وهي جعانين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلها فانا سنعطيك لها تمرتين. فاكل سيدنا ابو هريره التمرتين، والنبي اداله تمرتين ثانيه لامه. خلصت القصة. واحد هيموت من الجوع لدرجة انه لما النبي اداله تمرتين هو وبقيت اصحابه اكلوهم بسرعة وشربوا المية ومش هياكل تاني طول اليوم، لان النبي قال لهم كلوا التمرتين دول ودول هيكفيكم لغاية اخر اليوم، بلحتين في اليوم طول اليوم، وسيدنا ابو هريرة مش صغير. لكن هو بيحب امه قوي، وهو عارف ان كل خير هيجيله في الدنيا لولا امه اللي كانت سبب في وجوده للدنيا في الدنيا، وكل خير هيجي لي هي السبب اصلا، هي وابي. فانا ما فيش خير هيجي لي الا لما امي تدوق منه، انا ما استريحش، انا ممكن التمره الثانيه دي تنزل تاكلني من جوه، مش انا اللي اكلها بقى، تنزل تقطع في بطني بقى انا اشبع وامي جعانه. فاكل تمره وساب تمره لامه، وشافوا النبي بيعمل كده اللي بيحب الناس وبيحب الخير للناس، فقال له انت بتعمل كده؟ قال له عشان امي جعانه. قال له طيب كل انت الاثنين دول وانا هدي لامك. عشان كده بيقولوا
ان ربنا وسع على ابي هريره، مش ده رزق ان هو ياكل وكمان يجي له ضعف الرزق اللي جاله التمرتين التانيين؟ قال لك لو انت كنت كريم مع اهلك ده سبب كبير من سبب توسعه الله عز وجل علينا. عشان كده خد بالك، اكرام الاهل ده راجع عليك انت، لان اكرام الاهل ده لله اصلا. انسى بقى ابوك وامك، يلا النهارده نشيل مفهوم ابويا وامي لمعنى واحد بس، الله شاهدي، الله ناظري، الله معي. انا مش شايف ابويا وامي، لا شايف نرفزتهم ولا شايف عطائهم ولا شايف تربيتهم، انا شايف الامانه ووصينا بس. فلا ارى بقلبي الا رب العالمين سبحانه وتعالى. بشر حافي احد كبار الصالحين هو بيقول خد بالك وانت بتكلم ابوك وامك، خليك كريم في كلامك معاهم وخليك رحيم معاهم. يقول الولد يقرب من امه بحيث يسمعها افضل من ان يضرب بسيفه في سبيل الله، والنظر اليها افضل من كل شيء. بص ترتيب الاولويات والعقل اللي العلم اثر فيه. اصل يا جماعه العلم خلاصته الادب، والإنسان اللي تعلم ولم يستفد من علمه أدبا كما قال ابن المبارك إنما العلم ما نفع وليس العلم ما حفظ. العلماء كانوا مؤدبين. فسيدنا بشر الحافي بيقول إنك أنت تقرب من أمك عشان تسمعها من غير ما تزعق من بعيد، يا ماما ولا يا بابا، من بعيد كده قرب منهم كده أحسن من الضرب بالسيف في سبيل الله، والنظر إليها أفضل من كل شيء. انت بهمومك ومشاكلك والاحداث اللي بتحصل محتاج الحضن اللي يضمك. ساعات الواحد كتير يا جماعه مبقاش عنده الطاقه انه يحن على الناس، ساعات كتير قوي بيبقى هو اللي عايز حد يحتويه. فكون انك انت تبقى قوي على نفسك مع ابوك وامك مهما كنت من هموم ومهما كنت شايل من احداث انت محتاج اللي يطبطب عليك، بتقرب من امك عشان تسمعها بدل ما تزعق لها من بعيد، وبتبص لها بصة حنينة كلها حب ومودة، ده أحسن من الضرب في سبيل الله. قد إيه إكرام الأهل العلماء فهموه صح. القصة المعروفة الجميلة قوي اللي علمتنا الأولويات، لأن خلاصة العلم جنب الأدب إن أتعلم إيه اللي ربنا بيحبه فأدخل على الله من الباب اللي بيحبه، فما أقدمش سنة على فريضة وما أقدمش عمل أقل ثوابا من الأعمال الكبيرة. وده فايدة العلم يا جماعة. سيدنا محمد بن المنكدر تلميذ الصحابة بيقول إن أخويا عمر قام يصلي بالليل وأنا أمي قالت لي تعالى غمز لي رجلي، بقى أنا أقول الله أكبر وأقرأ 100 آية ولا 200 آية ولا أكتر ولا أقل واسجد واقترب إلى الله، والله أقعد أغمز في صوابع رجل أمي. يقول محمد بن المنكدر بات أخي عمر يصلي وبت أغمز قدم أمي وما أحب أن ليلتي بليلته. أنا عارف أن ليلتي أحلى من ليلته وأنا حابب اللي معبله. قلت لك العلم علمهم الأولويات. يا محمد تعالى. نعم يا ماما. اعمل لي صوابع رجلي. طول الليل بيعمل صوابع رجلها واخوه بيصلي بين يدي رب العالمين. طب ومحمد ما هو كمان بين يدي رب العالمين في صوابع أمه، بل إن الوقف عند صابع الأم وهو عمال بيغمس في أقدامها. تلميذ الصحابة محمد بن المنكدر يرى أن ليلته أفضل من ليلة أخوه اللي بيصلي، لأن الله أنت بين يديه في الصلاة، والله أنت بين يديه وأنت بتغمز رجل أمك. هنا الله وهنا الله، هنا عبودية وهنا عبودية، هنا أمره وإن كانت دي نافلة على عظم شرف المؤمن في قيامه بالليل، ولكن دي فريضة لما أمي بصبعها تعمل لي كده. لذلك محمد بن المنكدر فاهم معنى إكرام الأم وإكرام الأب، ولسه هنتكلم على الأب بعد ما نخلص على الأم خالص. هنيجي بقى للي شايل ده كله هو الأب بإذن رب العالمين. أمك على بقصة محمد بن المنكدر دي قبل ما تيجي للدنيا كان لها برنامج تاني خالص، مواعيد بتنام فيها ومواعيد بتصحى فيها، وكانت بتنزل تصلي التراويح وكانت بتعمل أعمال مثلا. أول ما انت جيت اتغير ده كله ليك انت، وبقى نومها وأكلها وشربها وحياتها متوقف على المناسب ليك انت. محمد بن المنكدر عارف كده، وهو كان بيحب يصلي لكن غير كل برنامج حياته لما أمه عملته كده، تعالى غمز لي رجلي صابع رجلي. اتعلموا فتعلموا الأدب مع أهليهم ومع الناس كلها. هسيبكم تصلوا على سيد الأولين والآخرين، شوفكم بعد الفاصل إن شاء الله.